في نهار صيفي ساخن، أجمل شيء السباحة في مسبح عام. القنبلة! عائلة لاود، هيا اخرجوا. لكننا كنا نستمتع بوقتنا. أتعتبرون الشجارة كالدجاج أثناء السباحة متعة؟ ساقي لم تشفى من الكسر بعد. في نهار صيفي، أجمل شيء هو السباحة في مسبح عام بعيداً عن منزلنا. قنبلة! عائلة لاود، اخرجوا! كنا نستمتع بوقتنا! شرب مياه المسبح ليس ممتعاً! طعمه أشبه بحساء الدجاج! ربما، لكن بدون أن نضيف عليه الكرافس! في النهار الصيفي، تعرفون البقية! قنبلة! عائلة لاود، اخرجوا! لكننا كنا نستمتع بوقتنا! القذارة في المسبح ليست ممتعة! وهذه غرفة مسبحنا! أحب رائحة الكلورين! آه! بيرني، كم مرة تختبر نسب البكتيريا في الماء؟ هاي، أين جدتي جيل؟ معذرة، دخلت المطبخ لأختبر الموقد. هل يريد أحدكم الكعك بالليمون؟ أخرجوني من هذا المرحاض العملاق. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى رفاقي في الملاهي المائية. ابن عم روستي مساعد لموظف المنشفة، وسيدخلنا حمام سباحة الأمواج. قذيفة! هذه أفضل ملاهي مائية. يا هيربير، هناك تسرب مائي. لا 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 يمكنني إغلاقه. أأنتما بخير؟ أردنا فقط السباحة. سنركب الأمواج. المسبح العائلي المثالي، تخيلوا كيف سيكون. في النهار الصيفي، أفضل شيء هو السباحة في مسبحك الخاص. قنبلة! إياك أن تجرؤ على رشي بالماء! لا أريد لهذا الثوب أن يبتل! لكنه زي سباحة! هذا اسمه ثوب سباحة أيها الجاهل! هيا هيا تعال! حساء دجاج لذيذ! هيا! هيا لمعركة الدجاج! أنا معكم! هذا ما ينقصه حسائي! ألا أستطيع السباحة في مسبحي الخيالي؟ ليلي فعلتها! ربما هذا ليس مناسباً لي. النعيم لشخص واحد. تخيلوا هذا معي. يمكنني السباحة والاستمتاع بالوقت. انسى الأمر. أنت ضعيف يا بيرني، ضعيف. لا أستطيع فعل ذلك. أرجوك يا جدي، هذا أمر ضروري. هذا غير معقول. حسناً، انتهي. تبقت 30 دقيقة. سوف تعتاد الأمر. حسناً يا مشتركون، الآن سأطرح عليكم بعض الأسئلة البسيطة والسريعة، وإن تعثرتم أو أخطأتم في الإجابة ستسقطون في الماء ويتم استبعادكم. قذيفة قادمة! هل فزت؟ فالماء ممتع. مستبعدة، من المهم جداً اتباع التعليمات. السؤال الأول، لونا، ما اختصار اسم أبينا؟ بطيئة. لينكن، السؤال نفسه. إل. صحيح. لوسي، ما الحرف الثاني عشر في الأبجدية؟ ألف باء تاء ثاء. تأخرت. لوري، قولي 50 بالرومانية. ليلي، ما حجم المشترى؟ لولا، مللت. يا للأسف. طبقة أربعة، ديربوت، تعرف معنى هذا؟ أجل، أن أتخلص من الخاسرين. لا 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 لا، بل سينتقلون للمرحلة القادمة. لا أصدق. لا أصدق، قد عدته دورق الليمون من أجل جدي، لكنه للأسف مصاب في المريء، فماذا أفعل بهذا الليمون؟ سأخذ كوبا. تفضل هذا يا سيد سيمور. رائع.
هذه آخر قدراتك؟ شجار دجاج، زائرتان جديدتان. اضربيها. الرابعة لميرتل. رفاق، متأكدون أن هذا سينجح؟ طائر البليكان متقلب المزاج ومستقل. لا تقلق، سيأخذك إلى الشاطئ بأمان إلا إذا رأى سمكة. تماسك يا برتراند، أنا قادم. فخور بك يا بني. تجرب أنشطة من أجل المدعوين؟ ماذا؟ سنضيف ركوب طائر البليكان إلى أنشطة الرحلة. والدي، لقد كنت أحاول إنقاذ روحي، لم أطق البقاء على متن السفينة. أعرف، أحياناً يكون علي أن أقفز أيضاً. المحيط ينادي المرء. حسناً، نحتاج إلى خطة جديدة. هذا مأساوي، انتهت اللعبة نهاية مروعة. برتراند، أأنت بخير؟ للغاية، إنني لم أشعر بهذه الراحة في حياتي. سنخرجك من السفينة. أحسنت يا برتراند، تتدرب لمسابقة وطئ المياه. حسناً، هيا بنا، كاد وقت نسج الأساور يبدأ. واقي الشمس هذا سيجعلك زلقاً، وحين تنزلق على الزحلوقة ستندفع نحو الحرية. يا للعجب، متأكد أنه آمن؟ درجة حمايته 1001. لا، أقصد، ابقى في خط مستقيم وستأخذك سرعتك إلى الشاطئ. آمن بقدرتك. سوف أنجح. يا للعجب، هبط على ظهر درفيل. إنه يبدو ودوداً. مرحباً يا عزيزي. حسناً، براد لا يطاق رسمياً. بدأت ركوب الدرافيل يا بني؟ أنت تدهشني باستمرار، لكن سنعيدك من أجل مسابقة الغطس. لنقفز في الماء. تقفزان؟ يبدو هذا مسلياً. أردت كسر ظهرك، هل تريد ذلك ألبرت؟ إذن نجلس في كرسي إعانة الكبار. قرار جيد سو. وللحفاظ على سلامتك، لدي شيء لك أيها الصغير. حسناً لينكن، لنلعب بالماء. 3، 2. حسناً جميعاً، لنعد وضع المرهم الواقي. لا يوجد شمس. الآن لينكن، سو تعرف عملها. لكنني بدأت أخيراً أتقن كيفية السباحة. حسناً سيمور، يمكنك البقاء في الماء إن كنت تريد لجلدك أن يتقشر كالبطاطا. قرار جيد. في النهار الصيفي لا يوجد مثل السباحة المنعشة في مسبحي الخاص. القنبلة. كيف؟ ومتى؟ ماذا تفعلان هنا؟ لينكن، إنها فكرة عبقرية. من سيطردنا من مسبحنا الخاص، صح؟ أتسبح معنا؟ هناك متسع صغير لك. في الواقع إنه يتسع لشخص واحد. انظر، مكتوب على العلبة النعيم من أجل المعركة. تغلبت على لينكن. هيا يا أخي، عليك استخدام قدمي. الجو لطيف. ليلي، أنت سعيدة. ليسا، لا، ما الذي تفعلينه؟ اختبر معدلات النظافة. جهزت مطلاً خاصاً لتدفق زهرتي في المسبح وإزالتها حتى أجعل المياه فقط H2O. أنا واثق أن لا أحد هنا. المعدلات عالية. هيا لنستمتع. ماركو. لا لاني، أنا ماركو، أنت بولو. من هي ليني إذن؟ لا 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 لا، لا تفعلي هذا بمسبحي. أنا أراقبك يا ليلي. لوسي،
هل أنت تحبين السباحة؟ أنا لا أسبح الآن، لكن أرى إن كنت ساحرة. هل أطفو؟ أجل، هذا رائع. عودي إلى هنا. أتعرفين ما ينقص حساءك؟ الكرفس. سأريكي. أنتما ترشاني بالماء. ممنوع ركوب الأحصنة. وماذا عن الأفيال؟ ها؟ بابي، ماذا تفعل هنا؟ لوري أخبرتني أن أعمل منقذاً في مسبح لاود. هيا اخرجوا، وقت الكبار. ماذا؟ لا يوجد أي كبار هنا. مرحباً، أنا في المدرسة الثانوية. انصرفوا. حقاً هذا نعيم لشخص واحد. كفى يا بنات! إن كنتن لا تلاحظن، هذا مسبحي الخاص. اشتريته وأمضيت اليوم بتركيبه، ولم أسبح به دقيقة بعد. وما فعلته هو إيقافكن عن إفساده. لكننا نستمتع فحسب. عائلة العود، هيا اخرجوا. أخيراً حان وقت القنبلة. ماذا؟ انظار، ممنوع القنابل، قد تمزق المسبح. كيف لم ألاحظ هذا من قبل؟ وما المشكلة إن تمزق؟ لا تزل ملصق التنبيه. إذن ما الذي سأفعله؟ لا بأس، ما زال هذا نعيماً لشخص واحد. ماركو! ماركو! هذا جميل! هذا رائع! ما الذي يحدث؟ ارمي إليها الكرة! كم أنت قوي بوبي! احترسي! رغم أني مدهشة، هذا لا يعني أن لا أستمتع بوقتي. لا 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 لا. حسناً، هذه المرة بدلاً من ماركو وبولو نستخدم أسماءنا الأصلية. حسناً، اسمي أنا لينكن. ما بك؟ أنت لا تفهمين هذه اللعبة صحيح؟ هاي لينك. مرحباً، ماذا تفعلن؟ كانت فكرة شراء المسبح الخاص فكرة رائعة، لذلك قررنا أن نجمع المال ونشتري المسبح. انظر كيف تستغل العصا. أتنضم إلينا؟ هناك متسع لأحد آخر. أتسمحون لي أن أستخدمه رغم أنني طردتكم؟ إنما فعلته خطأ. وكنت أنانيا جدا ومتكبرا وسرق صفارتي. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك استخدامه. حقا؟ نعم بالطبع، سوف نستمتع أكثر معاً. أجل، نحن عشرة. ليني، نحن أحد عشر. هذا صحيح، لقد نسيت ماركو. إذن سوف نبدأ بالقنبلة. تضمر. يبدو أننا لن نسبح أبداً. إذن كيف سننتعش الآن؟ سأحضر كيس المثلجات. لا داعي للقلق، فلدي الحل المثالي. هذا ممتع، رائع وجميل. سواء المسبح أو أي شيء لن يكون ممتعاً بالنسبة لنا إلا حين نقبل أن نتشارك به معاً. ليلي فعلتها. ما الذي تريده من ميرتل؟ غير صحيح، أنا لم أردها أبداً. الصور لا تكذب أبداً، والآن سأبرحك ضرباً. أنت مجنون بالفعل. جدي توقف، لا تتدخل في هذا، سوف ينال ما يستحقه. ماشي جدي. جدي اترك. اترك. ما الذي يجري هنا؟ جدي نجدة، اشتدوا أحد ينقشني. شجار رائع، سأراهن على الفوز. جدي لا، الصورة زائفة. ماذا؟ أجل، صنعناها على الحاسوب. لماذا تفعلون شيئا مثل هذا؟ كنا نحاول التفرقة بينك وبين ميرتل. لا تحبون ميرتل؟ أعتقد أننا لم نفهمها.
كانت تضيق الخناق علينا، لكنها فعلت ذلك لأنها لم تحظى بعائلة. ربما نعتبر العائلة أمراً عادياً، لكن الجميع ليس مثلنا. نحن آسفون على هذا التصرف ونرجو أن تسامحنا. بالطبع أسامحكم، أعرف أن ميرتل تبالغ أحياناً وهذا ما أحبه فيها، إنها شديدة الحماس. لا، لقد أصبحوا عاطفيين، سأرحل. اسمع، أنا أدين لك باعتذار. لا عليك يا آل. هل يمكن أن نحضر حفل عيد الميلاد؟ بالطبع. وماذا عني؟ سوف تحضر بالتأكيد، فذراعي أصابهما التعب.